ترنيمه وعود للرب المعبود، برفع صلاه وتسبيح حمد وسجود. ترنيمه وعود لإلهي الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمه جديده برنم للرب، وغني لسيدي لحني واناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمه وعود، ترنيمه وعود، ترنيمه وعود، ترنيمه وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم اسمها ملناش غيرك. الرب بعت لي كلمات الترنيمة وأنا بتابع الأخبار اللي كلنا تابعناها فترة من الفترات، اللي كان في اضطهاد شديد على الكنيسة القبطية في مصر، وسمعت صلاة من أعمق الصلوات لقدس أبونا مكار يونان، وكان الكلمة المتكررة في الصلاة والغالبة عليها بيقول ملناش غيرك، ملناش غيرك. فبالأول اللي بسمع بيقول ملناش غيرك موقف ضعف، يعني هو جرب كل شيء فلقى إنه ما فيش، ألجأ لله ما فيش غيره. لكن اللي بيعرف حياة الكنيسة واللي مرت فيها وحياة القديس الإنسان اللي بيصلي أبونا مكاري، بيعرف إنه إنسان مسلم في كل حياته وفي كل طرقه ومآمن بما يعبد. فقلت ملناش غيرك، ملناش غيرك. هي هي أساس القوة أصلا. لما الواحد بيرجع لله وعارف بمن يؤمن وواثق أنه لما بيحط رجاءه فيه لا يخزى أبدا، بيجي بيقول له ملناش غيرك. فأنا ابتديت في كل ظروفي أستعمل هالصلاة وأقول له يا رب ملناش غيرك في كل شيء بيحصل معك. جربها أخوي المشاهد، أختي المشاهدة، أنه دائما تلجأ له وتقول له ملناش غيرك، لأن هي عز القوة أنك تلجأ للرب، وعين العقل أنك تقول له. مش إنه أنا جربت كل شيء ما نفعش فأنا بلجأ لك، لا، أنا بلجأ لك قبل كل شيء لأني عارف إنه فيك القدرة على كل شيء. ملناش غيرك يحمينا، يلي بخيرك أنت ملينا. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. مقام الترنيمة بياتي، بياتي على درجة الري أو الدي في التصنيف الأمريكي. والبياتي مقام شرقي بحت لأنه بيحوي على أرباع أو ربع تون أو منسميها سيكا. ري مي سيكا فا صول لا سي سيكا دو ري. وفي الرجوع ري دو سي بيمول لا صول فا مي سيكا ري. كمان مرة. Thank you.
ملناش غيرك يحمينا، يلي بخيرك انت مالينا، ملناش غيرك يحمينا، يلي بخيرك انت مالينا، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك. ركعة ونفوس خشعة نصرخ لك يا رب اتدخل، وسلاح حروبنا هو قلوبنا، وإيديك مرفوعة تتوسل، بركب ركعة ونفوس خشعة نصرخ لك يا ربي يا ربي اتدخل، وسلاح حروبنا هو قلوبنا، وإيدين مرفوعة تتوسل، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك. لجلالك يا رب الأكوان، صمتي وثقي بإنك أمين، وسريعا تسحق الشيطان، بصلاة وطلبات وتضرعات لجلالك يا رب الأكوان، صمتي وثقي بإنك أمين، وسريعا تسحق الشيطان، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك يا حمينا، يلي بخيرك انت ملينا، ملناش غيرك يحمينا، يلي بخيرك انت ملينا، ارحمنا
ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ارحمنا ومن الشرير نجينا، دافع عنا يا قدير يا رعينا، ملناش غيرك، ملناش يا ربي غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. أمين. نتمسك فيك ومنسلم كل أمورنا إليك، لأنه فعلا يا رب ملناش غيرك. يحمينا يرعانا، أنت الراعي الأمين، أنت الراعي الصالح، لك كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. بترككم في رعاية هذا الراعي الصالح لحد ما نلتقي المرة الجاي. بودعكم، سلام المسيح يكون معاكم ويدوم فيكم. ترنيمة وعود. Thank you.